تكمل التدريب بعمل نموذج حساب مساحة المستطيل بإضافة فورم جديد. ممكن نعيد تسمية الفورم، طبعا هذا الشيء اختياري. نضيف بوتن ونضيف تكست بوكس للناتج، والآن برنامجنا أو الواجهة الثالثة جاهزة، يتبقى لنا كتابة الكود. دبل كليك على الزر نعرف متغير A و B، عدد 10 بحيث إن الـ A، نبدأ نعرف الـ A. الـ A هي عبارة عن text box، هذه رقم 1. نشوف مع بعض، هذه هي الـ A، وهذه الـ B، وهذه الناتج. طيب هذه نعبر عنها textbox1.text. الـ B نعبر عنها بـ textbox. لاحظي هو يعطيك الخيارات على طول، textbox2.text. ما معنى هذا الكلام؟ معنى شيل القيمة اللي يضعها المستخدم في textbox1 وضعها في المتغير A، وضع القيمة التي يضعها المستخدم أو يدخلها في textbox2 وضعها في المتغير B. في الناتج textbox3.text ماذا نضع؟ نكتب أن مساحة المستطيل هي 1/A/B. ما معنى هذا السطر؟ اضرب الـ A في الـ B، وضع الناتج بجانب هذه العبارة، وضع محتويات كل هذه المحتويات ضعها في textbox 3 أي هنا. طيب نستعرض هذه الواجهة. طبعا الآن أنا لو عملت الديبج راح يعمل لي ديبج من الأولى من الرئيسية. نلاحظ مع بعض، لاحظوا عمل لي ديبج من الأولى. كيف ممكن أبدأ الديباج من هذه، من فورم 3، من خصائص البروجكت، أدعه يبدأ من مساحات، أعمل ديباج الآن. لو كان مساحة المستطيل مثلا 2، عرض المستطيل مثلا 4، حساب، نلاحظ أن الكلام أكبر من مساحة المخصصة للكلام، فممكن أرجع ثاني للتصميم، أكبر هذه المسافة، أكبرها، نعمل ديبج الآن، 2 مثلا، 4، مساحة المستطيل هي 8، وبكذا نكون انتهينا من هذه الواجهة. بالنسبة لواجهة حسابات، هذه هي واجهة حسابات عندي. نقوم بكتابة الكود لواجهة حسابات.
أيضا عندي هذه عبارة عن text box 1. لو لاحظنا هنا في النيم، لو بحثنا عن النيم text box 1، وهذه ثانية text box 3 وعفوا 2 3 4 5 6. طيب بالنسبة لهذه عبارة عن check box 1 check box 2 check box 3. ممتاز. وهذه عبارة عن button 1. نعرف text box 1 كA والB text box 2. طيب نقفل كل ما لا نحتاجه. نفتح صفحة الكود من هنا، نضغط ضغطتين على هذا الزر. DIM A، نعرف متغير A و B as single، بحيث إن الـ A هذه عبارة عن text box 1.text، والـ B عبارة عن text box 2.text. طيب نبدأ الآن باستخدام if الشرطية. لماذا if الشرطية؟ لأنه ممكن يختار المستخدم هذا الخيار، وممكن يختار المستخدم هذا الخيار، وممكن. فنقول يعني في كل مرة نقول إذا اختار المستخدم الخيار الأول فاجمع A و B، إذا اختار المستخدم الخيار الثاني اطرح والضرب، وهكذا. طيب نعود مرة أخرى للكود. if check، لماذا check box 1؟ لأن هذه الأداة الأولى نلاحظ اسمها في النيم، اسمها في النيم check box 1. فcheck box 1 check box 1 التكست بوكس التي أمامها هي عبارة عن text box 3 check box. طبعا هو مجرد نكتب if على طول بيكتب لنا ذين، فعادي dot، لابد من كتابة الخاصية، وهذا الكلام قلنا في النظري إنه check box الأداة مختص بها الخاصية. إذا كانت بترو أي إذا اختارها المستخدم، then ماذا يحدث؟ في text box 3.text دائما لما نكتب الأداة نكتب معها الخاصية، لا ننسى نكتب أن حاصل كما فعلنا في المستطيل، حاصل الجمع هو، وماذا نفعل؟ نجمع، نكتب علامة الاند اي و الاي زائد البي. نلاحظ اذا اختار المستخدم الخيار الاول كيف نقول انه اختاره؟ اي كان بترو، اي وضع عليه المستخدم علامة الصح. ففي text box 3 ضع كلمة او عبارة حاصل الجمع هو، واجمع لي الـ A مع الـ B. طب نجرب البرنامج. إذا كان مثلاً 4 مثلاً 6 حساب، عفواً هذا المستطيل من خصائص البروجكت، لدى حسابات يبدأ بها. طيب مثلاً لو اخترت العدد 4 والعدد 6 واخترت أن العملية جمع، حساب حاصل الجمع هو 10. ممتاز، الحل صحيح. طب نلاحظ أن الخانة صغيرة نوعا ما، ممكن تكبير الخانات النواتج، يفضل تكبيرها لاستيعاب أعداد أكبر. ممكن هذا تنزل هنا. إذن الكود هذا صحيح، مجرد ننسخه ونلصقه أكثر من مرة. نستخدم دائما كنترول C، ننزل سطر، كنترول V كنترول V كنترول V. لماذا ثلاثة كنترول V؟ لأنه هنبدأ نغير تغييرات بسيطة. طبعا هذه هتكون 2 وهذه 3 وهذه 4، هذه هتكون 3 4 عفوا 5 6.
طيب الأولى كانت عملية جمع، الثانية حتكون طرح، اللي بعده حيكون ضرب، اللي بعده حيكون قسمة، ولا ننسى إنه القسمة بالفيجوال بيسك بالخط المائل. طبعا نعدل العبارات الموجودة هنا، حاصل الطرح وحاصل الضرب وحاصل القسمة. جرب برنامجنا، نقول مثلا 4 و6 مثلا، نختار العمليات كلها. طبعا من ميزات تشيك بوكس انه ممكن يختار المستخدم اكثر من خيار. حاصل الجمع هو 10، حاصل الطرح طبعا 4 ناقص 6 سالب 2 صحيح، حاصل الضرب، حاصل القسمة. اذا برنامجنا شغال 100% وهو صحيح 100%. طيب برمجنا، كتبنا الكود في واجهة مساحات، كتبنا الكود في واجهة حسابات، يتبقى لنا كتابة الكود في الواجهة الرئيسية. نقفل. الواجهة الرئيسية هذه هي، كيف ممكن أبرمجها؟ نلاحظ الآن لو شغلتها وأختار، عفوا طبعا التشغيل، ممكن أروح من خصائص البروجكت، ستارت أب فورم الرئيسية، نعمل ديباج الآن. لاحظوا لو اخترت مساحات، لو اخترت حسابات، طبعا لسه ما كتبت الكود فما بيحصل أي تأثير أو أي حدث. هذه الرئيسية عندنا. بالنسبة للرئيسية طبعا ينقصها أزرار، يفضل دائما استخدام الأزارير. نكتب عليه مثلا موافق، موافق، ممكن دخول، ممكن أي كلمة، يفضل دائما استخدام الأزرار. طيب هذا الأزرار موافق، بالضغط على موافق دبل كليك. إف، نبدأ باستخدام إف الشرطية. If radio button 1، لماذا radio button 1؟ لأن هذا الخيار اللي هو حسابات، لو شفنا النيم هنلاقي إنه النيم radio button 1، وهذا الثاني مساحات عبارة عن radio button 2. طيب dot checked، إذا الراديو بتن خاصيتها checked، وأيضا check box خاصيتها checked. form to dot show، بمعنى إذا ضغطت على راديو بتن 1 أظهر form 2، ونعمل قوسين بهذا الشكل. طبعا هنا فورم 2 ما يعرفها لأني أنا غيرت اسمها، لكن لو ما غيرت اسمها كان ممكن نكتفي بكلمة فورم 2، فممكن نكتب كلمة حسابات، ننسخ نفس الكلام المكتوب، نلصقه، نغير بعض التغييرات البسيطة، مثلا هنا 2 وهنا نكتب مساحات. أعيد وأكرر، أنا كتبت هنا حسابات لأنه أنا already غيرت كلمة form 2 إلى حسابات، وكتبت هنا مساحات لأني غيرت form 3 إلى مساحات. لكن أنت يا طالبتي لو خليتي form 2 كما هي وform 3 كما هي، إذن هنا بدل حسابات نكتب form 2 وبدل مساحات نكتب form 3. نشغل البرنامج الآن، نختار مثلا حسابات موافق، طبعا هذا البرنامج شغال وانا اختبرته اول. طيب مثلا نختار مساحات موافق، لو كان الطول مثلا طول المستطيل 4 وعرضه 5، مساحة المستطيل هي 20، شغال معايا البرنامج 100%.